فقرة المسابقة اليوم معانا فريق البنات ومعانا فريق الأولاد، راح نلعب لعبة الأحد والعشرات والمئات. تعرفين ليش خليتك المئات أنت؟ عندك فلوس كثيرة، تسلفينا بعد البرنامج. هنا أحد، هنا عشرات، هنا عندنا فريق المئات، زين؟ طيب، تعالي هنا شوي قدام، تعالي هنا شوي. طيب، فاهمين طريقة المسابقة؟ ارجعوا شوي، ترى الفريق اللي راح أخصم، ارجعوا. ارجع شوي، يلا ارجع. ارجع كمان، طيب. طريقة المسابقة لما أقول أن الرقم العدد أو الفريق الأول اللي حيكون لي الرقم هو اللي راح يفوز معانا، زين؟ طيب. بنسوي تحدي بينكم، كم تبون؟ أربع جولات. خمسة. يلا صح، يلا إذا صارت خمسة حطيناها ستة. كم نسوي جولة نشوف بس الكنترول يعطيهم العافية، كم نسوي جولة؟ أربعة ولا خمسة؟ كم تتوقعين؟ طيب. يلا أربع جولات، طيب منى الأستاذة منى تقول أربع جولات، يلا. طيب نشوف احنا وياكم اليوم المسابقة مع فريق البنات وفريق الأولاد، من راح يفوز معانا؟ نشوف التحدي. بنات وأولاد، أول مجموعة تكون لي العدد واحد عند البنات ولا الأولاد؟ واحد أسرع، واحد عند البنات ولا عند الأولاد؟ تحية قوية لمين؟ تحية قوية للبنات. لا هم فتحوا. طيب واحد واحد، وما زال التحدي مع البنات والاولاد، ونشوف من حيفوز معانا. توقعين من يفوز معانا، اولاد ولا بنات؟ بنات. اي انا كنت بنت عادي. يلا ركز معاي، خليك ثابت. ايوه شد حزامك الحبيب. اول مجموعه تكون لي العدد، نشوف عند البنات ولا عند الاولاد؟ احنا قلنا واحد واحد صح؟ 111، نشوف عند مين ال 111؟ 111. اقعد يا اختي، بسم الله عليك النبي. تحية قوية للأولاد يعطيهم العافية. 2-1 ونشوف التحدي، 2 للأولاد و1 للبنات. والله يا بنات انتم ما شال عليكم لك ششكم ذي الطايرة، ركزوا أكثر، هم اللي هي مغيرتكم شوية يعني. يلا أول مجموعة تكون لي العدد، احنا قلنا 2-1 صح؟ رقم 10، 10 10 شوف مين 10. تحية لمين؟ للبنات. تحية قوية للبنات يعطيهم العافية، يا سلام. طيب 2-2، يلا نشوف 2-2. أول مجموعة تكون لي العدد بعد 10، 11، نشوف 11، أسرع 11، يا سلام 11 وين؟ وين 11 وين؟ تحية قوية للأولاد يعطيهم العافية. يلا لا 3-2، يلا باقي جولة. 3-2 تجيبون الحين؟ لا 3-2. طيب 4 جولات، لا باقي. ايه اللي تجيبونه بتفوزون ترى، ركزوا معانا اكثر خلاص؟ يلا ها؟ ايوه خليك سريع ومرتب. 101 اسرع، 101 101 نشوف. بنات ولا اولاد؟ لحظة، اولاد ولا بنات؟ ها؟ اولاد ولا بنات؟ ها؟ شو؟ لا بس ها؟ البنات؟ تعال قوي يا البنات يعطيهم العافية. البنات لانه هو نزل. ها؟ نزل. يا حكم يا حكم. ها؟ ايش دعوة؟ أنا عندي مخرج يقول البنات. كلهم زين. ها؟ كلهم زين. وش رايكم يا بنات؟ من اللي جابها الأول الصراحة؟ أكيد؟ طيب يلا يلا الحين تجيبونها تفوزون، اللي بيجيبها بيفوز. أول مجموعة تكون لي العدد، ركزوا معانا، ممكن يصير عدد قلناه، ممكن يصير عدد قلناه، يعني زي مثلا 110 قلناه، 110 قلناه، 110. تحية قوية لمين؟ للأولاد، يعطيكم العافية ومبروك لفريق الأولاد. قلت أنا قلت ممكن 110 وقلناه خلاص، هذه اللعبة كذا. ألف مبروك لفريق الأولاد يعطيهم العافية. صار هنا 5-4. قلت مثل، ايش رايكم؟ في احتجاجات، في احتجاجات هنا. اعطيناهم مشوار. شلون؟ ايش رايكم يا؟ انا بس انا. طيب يصير 110. طيب خلاص خلاص، طيب تعالي. الاستاذه منى الشهري تقول لكم اعطهم فرصه، يلا. انا اعطيهم فرصه. يلا.
الحين عشان إيه. يلا ان شاء الله. اول مجموعه ركزوا معي انا بس، اول مجموعه ركزوا اكثر، خليكم تفهمون اكثر وركزوا اللي اقوله تسوونه. اول مجموعه تكون لي العدد، نشوف عند البنات ولا عند الاولاد. البنات متحمسين وحاطه يدها على قلبها وخايفه، والاولاد حاطين يدينهم على اصابعهم ومتحمسين، ونشوف من حيفوز معانا في هالجوله، اولاد ولا بنات. والرقم يقول ما له دخل، الرقم يقول ها انا بقول الرقم، هذه المسابقه كذا. الرقم يقول ركز معاي لاني ممكن فيها 10 ممكن فيها 5 ممكن لا ما قلت اصبر ما قلت شيء، قلت يمكن يمكن يعني يمكن انه احنا لما ننهي المسابقه ما ناخذ منكم ولا رقم، فعشان كذا خليه صفر. لا ما يصلح تعادل كلكم مع بعض. يلا خلاص يلا شوف الرقم، احنا وياكم رقم، احنا نحطه صعب شوي. لا ما أصعب؟ طيب خلاص رقم خلاص نخليها واحد. واحد 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 مبروك لفريق البنات، يعطيهم العافية. شكرا لكم شكرا. ايش رايكم يا جماعة الخير؟ لا هذولي فازوا يعني. خلاص 5-5. طيب اللي يجيب الحين يفوز، اتفقنا؟ شدوا حيلكم يلا. شد حزامك يا حبيب. المجموعة اللي تكون لي الرقم ركزوا معي أكثر. المجموعة اللي تكون لي الرقم، ترى مخرج قاعد يشوف كل شيء يعني ما عليكم. اللي ينزل بالسريع هو اللي يشوفه والمشاهدين يشوفون. أول مجموعة تكون لي العدد، نشوف احنا وياكم. ما ارفع صوتي؟ ايه 111 تحية قوية لفريق الأولاد، مبروك لفريق الأولاد، يعطيكم العافية. شكرا يا بنات ما قصرتوا، وصلنا احنا وياكم لنهاية حلقتنا، إن شاء الله نشوفكم بإذن الله في حلقة جديدة من صغار ستار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا هنا تعالوا أقول لكم مع نشوف الختامية.